طيب قبل ما نعلق على الاخبار الخاصه بالنادي الاهلي في المواقع، خلينا سريعا نروح لمقر النادي الاهلي بالجزيره من خلال مراسلنا العزيز ادهم ندى مراسل قناه النادي الاهلي. يا ادهم مساء الخير عليك. برحب بك زميلي امير هشام، وبرحب بكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. اهلا بك. في البدايه لازم اقول كل سنه وقناه النادي الاهلي بخير، 11 سنه انجازات، بطولات، تاريخ كبير. قدرت قناه النادي الاهلي ان تعبر عن وجهه نظر النادي الاهلي في مختلف القضايا الرياضيه بكل احترافيه ومهنيه. ندخل في اجواءنا وكواليسنا من داخل قلعه النادي الاهلي بالجزيره والتي لا تغيب عنها شمس البطولات ابدا. ادهم النادي الاهلي مراما قويا، حرس الاسبوعياني مارتن لاسارتي المدير الفني على اعطاء تدريب خاص للمهاجمين وليد ازارو ومروان محسن على كيفيه استغلال الفرص والارتقاء بمعدل التهديف للفريق واستغلال الكرات العرضيه، كما حرس لاسارتي تدريب مجموعه خط الوسط الدفاعي عمرو السليه وحمدي فتحي وحسام عاشور على الهاي بوش او الضغط العالي من اجل استخلاص الكرات في اقل وقت زمني، وده امير اللي لاحظناه في مباراه الزمالك. متوقع ان شاء الله ان هي تكون شخصيه النادي الاهلي في المباريات القادمه وخاصه امام السودان، وان شاء الله طبعا توفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه، وان شاء الله تكون التاسعه من نصيب النادي الاهلي ومشوار افريقي موفق للنادي الاهلي. كما حرص الكابتن محمد يوسف على تصحيح المواقف الدفاعيه لقلب الدفاع والضغط باستمرار على حامل الكره. والحقيقه يا امير انا عايز اطمن جماهير النادي الاهلي على لاعب جونيور اجاي. طبعا هو راجع من اصابه كبيره الام الديمر، بيؤدي الحقيقه انا شايفه مرانا قويا واضح فيه استعادته لجزء كبير من لياقته البدنيه، كما شاهد المران مجيء اللاعب محمود متولي احدث صفقات النادي الاهلي من اجل مؤازره زملائه، واكد محمد يوسف ان هيكون ليه برنامج تاهيلي خاص لاستعاده لياقته البدنيه. كمان عايز اقول ان سعد سمير لاعبنا في الدفاع ادى تدريبات منفرده بالكره، تدريبات خفيفه، لكن عايز اطمن جماهير النادي الاهلي عليه طبعا. وبقي ان نذكر زميلي ان سياده العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي قال ان شاء الله هيكون هناك منفذ لبيعه بالاسكندريه مباراه الاهلي وبطل السودان عبر بوابه الحجز الالكتروني. كان هذا كل ما لدينا من اخبار وكواليس حتى الان لمران النادي الاهلي. العوده مره اخرى لك زميلي امير هشام، تفضل. بشكرك يا ادهم، شكرا جزيلا.